لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة الزمان، متظاهرون يقطعون طرقا وسط بغداد وينذرون الحكومة حتى بداية تشرين. في نيويورك تايمز، في البيت الأبيض سيحصل ترامب على مكافأة مقابل هداياه لنتنياهو ودول الخليج. في موقع الترا عراق، تسعيرة جديدة للإنترنت وزيادة للسعات في العراق. في العربي الجديد، ترامب ملخصا خطته للسلام: اقتطعنا أموال الفلسطينيين وتوجهنا إلى غيرهم. في العرب اللندنية، الأحزاب الولائية تضغط على الكاظمي للحصول على حصة أكبر في المناصب القيادية. في موقع يقين نت، النازحون في إقليم كردستان: قوات كردية تمنع عودة العرب إلى مناطقهم. وفي موقع عربي 21، يوم غضب فلسطيني تزامنا مع مراسم التطبيع بواشنطن. السلام عليكم. عقب تظاهرات أكتوبر تشرين الأول الماضي، اتحد العراقيون بشكل قل نظيره، فقد شهدت بغداد أكبر تظاهرات منددة بالنظام السياسي والقوى والأحزاب الحاكمة، دفعت بها إلى استخدام شتى أساليب القمع والقتل والترويع والاعتقال من أجل إيقاف تلك الأمواج البشرية التي حاصرت المنطقة الخضراء، ودفعت برئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته. لم تكن تلك التظاهرات ذات صبغة أو لون مذهبي واحد، وإنما كانت عراقية خالصة، وتحديدا في العاصمة بغداد، وفيها لم ترفع راية سوى راية العراق. اليوم يحاول السياسيون استدعاء الطائفية، مقال للكاتب أياد الدليمي في صحيفة العربي الجديد. الآن وبعد شهرين على تولي الكاظمي رئاسة الحكومة، تبدو القوى السياسية المشكلة للمشهد في العراق في حيرة من أمرها، فهي اليوم مقتنعة بأن استمرار العملية السياسية سيعني من بين ما يعنيه خسارتها الكثير من نفوذها، وربما خسارتها كل ذلك النفوذ، خصوصاً أن أحزاباً وقوى سياسية كثيرة بما فيها التي لها أجنحة مسلحة باتت مرفوضة من الشعب العراقي. تعتقد القوى السياسية في العراق بمختلف مذاهبها وعرقياتها أنها جاءت بناءً على محاصصة طائفية، وأن نهاية مبدأ المحاصصة والذهاب إلى مبدأ المواطنة سيعني فقدانها مكاسب كثيرة حققتها لها الطائفية والمحاصصات. والعراقيون بطبعهم ليسوا طائفيين، فحتى عندما اشتعلت الحرب الطائفية عقب تفجيرات سامرة عام 2006، بقي النسيج المجتمعي قادراً على التغلب على طبيعة الحرب القذرة التي نفذتها قوى وميليشيات كل من يدعي نصرة لمذهبه وعقيدته. وجد العراقيون في ثورة أكتوبر صورة تشبههم، صورة تشبه العراق الذي يتمنون، لذلك أيدوها وبقوة، وما زالت الجذوة مشتعلة وكلهم أمل أن تمثل لهم بداية الانعتاق من مشهد كارثي دفعوا ثمنه من دمائهم طوال سنوات من الحرب الطائفية التي كانت ترعاها القوى السياسية، بل وحتى القوى الإقليمية والدولية. صحيح أن الوعي المجتمعي اليوم أعلى، ومنسوب الوطني ارتفع بطريقة لم يشهدها العراق منذ احتلاله عام 2003، لكن ذلك لا يعني الركون لهذا الوعي بمواجهة خطط القوى التي يبدو أنها ما زالت متشبثة بأمل البقاء، والتي تراهن على قدرتها على الصمود بوجه غضبة الشعب الذي لم يجد وسيلة للتعبير عن رفضه لتلك القوى والأحزاب إلا وسلكها، حتى لو اضطر إلى استخدام الشفل لهدم مقرات الأحزاب كما فعل شباب الناصرية في جنوب العراق قبل أسابيع قليلة. تظاهرات تشرين الماضي فتحت صفحة جديدة في تاريخ العراق، حيث سار الجميع نحو أهداف مشتركة ورؤية واضحة تقوم على نبذ الطائفية وإعادة ترسيخ الوحدة بين مكونات الشعب العراقي، مؤسسين كتلة جماهيرية باتت تشكل خطراً حقيقياً على البنية الطائفية التي تم تأسيسها من قبل الأحزاب السياسية بدعم إقليمي ودولي.
ومنذ اليوم الأول للتظاهرات حاولت السلطة السياسية في العراق إضعاف هذا الحراك المميز والنادر، وذلك عن طريق التركيز على المحاصصة الطائفية وحقوق المكونات وتغذية وسائل الإعلام بالخطابات الطائفية وإعادة صفحات الماضي وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء بسبب ارتباط المصالح الحزبية والأجندة الخارجية بالمحاصصة الطائفية التي دمرت حياة المواطن العراقي وعادته إلى العصور المظلمة. مقال الكاتب شاه القرداغي نشره موقع مركز الرافدين للدراسات. تجربة إندونيسيا وسنغافورة ورواندا والعديد من التجارب الأخرى في العالم تؤكد أن السلطة السياسية قادرة دائماً على بناء أهداف مشتركة للشعب الواحد وحماية خصوصية كل المكونات وإقناع الجميع بالركوب في سفينة واحدة نحو مصير مشترك والاتحاد لتحقيق النمو والتطور والازدهار. ولكن في ظل غياب رجال الدولة والسلطة السياسية الواعية ستكون النتائج مأساوية، وستنتشر الانقسامات والصراعات بين الأعراق والطوائف، وكل طرف سيتمسك بمصالحه وينعزل على نفسه بعيداً عن الآخرين. في العراق بعد عام 2003 لم نشهد سلطة سياسية واعية وأحزاباً وطنية تعمل على إدارة التنوع العرقي والطائفي بصورة ناجحة لتطوير البلاد، بل على العكس تماماً، فإن الطبقة السياسية التي حاولت ترسيخ الطائفية والانقسامات في المجتمع العراقي واستغلت وجود هذه النعرات الطائفية لتحقيق المصالح الحزبية والشخصية، ما أدى إلى إضعاف الدولة وغياب مفهوم الأمة الواحدة طوال السنوات الماضية. كلما حاول العراقيون أن يخرجوا برؤية موحدة وأهداف مشتركة وصوت واحد، كانت الأحزاب السياسية لهم بالمرصاد في محاولة لإعادة الروح إلى جثة الطائفية لإشغال المواطن العراقي بالخلافات الجانبية ومنعه من تشكيل كتلة تطالب بحقوقها المشروعة. من الواضح أن الطائفية المدعومة من قبل النخبة السياسية والتي ترعاها جهات إقليمية ودولية وأيضاً تغذيها وسائل إعلام محلية لا يمكن أن تختفي أو تتراجع بمجرد نضوج الوعي الشعبي والمطالبات الجماهيرية، بل يتطلب الأمر بالتزامن مع ذلك التخلص من هذه العوامل والعناصر التي تحمي مصالحها ونفوذها عن طريق إدامة الطائفية وترسيخها في المجتمع العراقي. قدرات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على التغيير والإصلاح لا توازي وعوده المعلنة في هذا المجال، حيث لا يستطيع الرجل المفتقر إلى السند الحزبي أن يتجاوز بإصلاحاته وتغييراته الخط الأحمر لمصالح القوى السياسية المكفولة بمبدأ المحاصصة، وهو الأمر الذي انعكس في أحدث تغييرات أجراها الكاظمي على الجهازين الإداري والأمني. تقرير لصحيفة العرب اللندنية حول التعيينات الحكومية الأخيرة في العراق. يحاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن يدفع بما يستطيع من التغييرات التي وعد بإنجازها عندما تسلم المنصب خلفاً لعادل عبد المهدي الذي أطاحت به أعتى انتفاضة شعبية ضد الفساد الحكومي والإداري وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. ولم تخرج التغييرات التي أعلن الاثنين عن إجرائها في الجهازين الإداري والعسكري عن سياق الواقعية ومراعاة التوازنات القائمة، بما في ذلك مصالح الأحزاب المشاركة في السلطة والمكفولة بمبدأ المحاصصة الذي يقوم عليه النظام العراقي الحالي. وتعتبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالمجال المالي أحد المواطن الرئيسية للفساد والتلاعب بمقدرات الدولة العراقية، ولذلك لم تنقطع المطالبات في السنوات الماضية بإصلاحها دون جدوى. ولم تخرج التغييرات الجديدة عن مبدأ المحاصصة، حيث وقع البنك المركزي ضمن حصة تحالف سائرون الذي يرعاه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ومنصب أمانة بغداد ضمن حصة تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وهيئة الحج ضمن حصة كتلة الفتح بقيادة هادي العامري زعيم ميليشيا بدر. أما هيئة الأوراق المالية فذهبت لحزب الفضيلة الذي يرعاه رجل الدين الشيعي محمد اليعقوبي. بالنظر إلى محدودية قدرة رئيس الوزراء على الإصلاح والتغيير، يتوقع متابعون للشأن العراقي أن يكتفي الكاظمي مرحليا بالتركيز على الوضع الأمني فقط. مراسم توقيع اتفاق السلام المزعوم بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى قد يبدو الأمر وكأنه حقيقة واقعة،
لكنه ليس كذلك، إنه أشبه بسجادة من الأكاذيب تحاول الأطراف الموقعة على الاتفاق وضعها على القضية الفلسطينية كجغرافيا وتاريخ وتاريخ وشعب ودماء ونضال كي تزول، لكنهم أغبياء لأن الحقيقة لن تزول لأنها بقعة ثابتة. مقال للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي. إن كل ما يحدث اليوم من تطبيع ليس فيه مفاجأة إطلاقاً، إنه إخراج السياسة السرية الموازية التي كانت بين إسرائيل والدول العربية للعلن، والتي كان الكثير منها ظاهراً للعيان، ومثلتها زيارات وزراء ومسؤولين إسرائيليين ونشاطات ومؤتمرات وغيرها من الفعاليات في دول عربية خليجية. وهذا جعل الأمر وكأنه استراتيجية عربية جديدة قوامها تسريع التطبيع دون مقابل سوف يسلط ضغطاً كبيراً على الفلسطينيين وبقية العرب لإجبارهم على الرضوخ لما يسمونه أمراً واقعاً. ومع ذلك فإن المسألة ليست كأنها نظرية قطيع يتبع الراعي أينما ذهب، فلا أحد يستطيع الجزم بأن اتفاقات التطبيع بين الدول الخليجية أو بقية الدول العربية ستكون سهلة ومرنة وقادرة على إلغاء كل حصيلة الصراع الطويل الذي مر. كما أن معيار النجاح لهذه الخطوات باتجاه إسرائيل مرتبط بالموقف الفلسطيني، ومرتبط بالتعامل مع جوهر هذه القضية، ومرتبط بطبيعة المبادرة التي كانت في الأساس أنه لا تطبيع مع إسرائيل ما لم تحصل إقامة دولة فلسطينية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في عام 1967 بما فيها القدس والضفة والجولان. يقيناً أن كل عربي من المحيط إلى الخليج سوف يكون سعيداً لو كانت المملكة قد استثمرت كل إمكاناتها السياسية والاقتصادية والروحية في صنع فيتو لنفسها على كل تحرك عربي أو إسلامي أو دولي يهدف للنيل من قضية فلسطين، وأن تكون ظهيراً ونصيراً فاعلاً وقوياً لكل فلسطيني يقاوم المحتل كي لا تدفع بهم إلى أن يقبلوا أطرافاً إقليمية أن تكون حواضن لهم. يجب أن تنزل القضية الفلسطينية من البورصات السياسية للقوى الإقليمية والدولية التي تستثمر فيها لتحقيق مشاريعها في المنطقة. ففي ثمانينات القرن الماضي توافقت مع العراق على إصدار بيان من بضعة أسطر أعلنوا فيه مقاطعتهم الاقتصادية لكل دولة ترضخ لقرار سلطات الاحتلال وتنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وفشل الكيان الصهيوني فشلا ذريعا في تحقيق ذلك، حيث لم تجرؤ أي دولة على القيام بذلك. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للصحفي إيشان ثارور تحدث فيه عن اللقاء بين وفود من الإمارات والبحرين في واشنطن مع نظرائهم الإسرائيليين لتوقيع التطبيع. أكد اجتماع للجامعة العربية الأسبوع الماضي الحقائق الجديدة، إذ لم ينجح مشروع قرار قدمه المسؤولون الفلسطينيون لشجب تحرك الإمارات، ولا يزال المسؤولون العرب بما فيهم الممثلون عن الدولتين الخليجيتين يؤكدون باستمرار أنهم ملتزمون بمبادرة السلام العربية ومشروع دولة فلسطينية مستقلة. ولكن الفلسطينيين يرون أن جيرانهم يتخلون عن إمكانيات ضغط كبيرة يمكنهم استخدامها لتحقيق تلك الأهداف. ويتفخر المسؤولون الإماراتيون بأنهم أوقفوا رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ضم الضفة الغربية، ولكن نتنياهو وحلفاؤه من اليمين الإسرائيلي يقولون إن الضم لا يزال مطروحاً. وقال مسؤول فلسطيني كبير في رام الله لجيروزاليم بوست: ابتداءً ظننا أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي طعنتنا من الخلف، ولكن اليوم نرى كيف خانت عدة دول عربية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. هذا يوم أسود في تاريخ الفلسطينيين والعرب. وشعور الفلسطينيين بالعزلة ليس جديداً، فعلى مدى عقدين رأوا كيف تم تغيير الحقائق على الأرض بلا هوادة ضدهم، بينما وسعت إسرائيل المستوطنات وهدمت بيوت الفلسطينيين وعملت بانتظام على بسط سيطرتها على الحياة في الضفة الغربية. وتسود وجهة نظر بين خبراء الشرق الأوسط في واشنطن وبعض مسؤولي إدارة ترامب، مفادها أن أمراء الخليج لا تهمهم معاناة الفلسطينيين، ويحركهم التحدي الجيوسياسي الذي تشكله إيران، ويسعون للتعامل مع قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة.
نشرت صحيفة بوبليكو الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن كيفية تعامل القانون الدولي مع ملف التطبيع العربي الإسرائيلي بوساطة أمريكية. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن تحطيم القانون والعدالة الدوليين يعتبر من أبرز نتائج التطبيع العربي الإسرائيلي، الأمر الذي لن يؤثر على وضع الفلسطينيين فحسب، بل ستكون له تبعات على منطقة الشرق الأوسط بأكملها. التطبيع العربي قد يخلق على المدى القصير وهماً خاطئاً بالتوازن الإقليمي، ولكن على المدى المتوسط سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار مع تداعيات خارج المنطقة بما في ذلك أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المؤكد أن الفلسطينيين سيعانون بشكل مباشر وعميق من اتفاقيات السلام التي وقعتها الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وأفادت بأنه مع العلم أن هاتين الدولتين لا تعدان أبطال العالم في مسائل متعلقة بحقوق الإنسان، بل إنهما تزعزعان بلا هواد استقرار المنطقة في حربهما ضد الإسلام السياسي مهما كان معتدلاً. ولعل إسرائيل أيضاً لا تختلف عن الركب بشأن هذه المسألة، وأردفت الصحيفة أن إيران تعد العدو المعلن بالنسبة لنتنياهو وبن زايد وأيضاً للأمير السعودي محمد بن سلمان، لكنهم سلطوا أنظارهم في السنوات الأخيرة أيضاً على رجب طيب أردوغان، ولعل كل الأمور تشير إلى أنهم لن يهدأوا حتى يدمروا الرئيس التركي الذي تبنى الإسلام المعتدل غير المطاق بالنسبة إليهم. وتقول الصحيفة ما من شك أن دماء الفلسطينيين تعد بمثابة الحبر الأحمر للتطبيع الذي وقعته الإمارات والبحرين في واشنطن، دون أن نستثني أيضاً دماء اليمنيين والليبيين في الوقت الراهن. سياحة المناطق الطبيعية في أربيل تستهوي متسلقي الجبال الذين يتحملون المخاطر لاستكشاف الطبيعة والاستمتاع بجمالها رغم ضعف البنية الأساسية اللازمة لجذب الأجانب إلى المنطقة. ومن أجل البحث عن الراحة النفسية في أحضان الطبيعة، تنظم مجموعة من الأكراد رحلات تسلق إلى جبل سفين للتخلص في أحضان الطبيعة الخلابة بمدينة شقلاوة شمال العراق، للتخلص من تأثيرات الإغلاق السلبية بسبب كورونا، وللابتعاد عن الأخبار السياسية السيئة التي طبعت حياتهم اليومية. وفي تقرير نقلته صحيفة العرب اللندنية، قال أزاد كردي الذي يرأس مجموعة من متسلقي الجبال ومحبي الطبيعة إنه كقائد للمجموعة يتعامل مع مهمته بمنتهى الجدية، مشيرا إلى أنه يحرص كل الحرص على أن يتلقى الأعضاء الجدد التدريبات اللازمة قبل الصعود، إضافة إلى ضرورة التقيد بكل التحذيرات اللازمة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.